يا ابني بحق التراب وبحق النيل، لو جعت زيي ولو شنقوك ما تلعن مصر. بهذه الكلمات خاطب الشاعر نجيب سرور نجلو شهدي الذي توفى فجر اليوم بالهند بعد معاناة طويلة من مرض سرطان الرئة. وكان شهدي قد غادر مصر عام 2002 وصدر ضده حكم غيابي لاحقا. وفي الفترة الأخيرة شهدت الأوساط الثقافية مناشدات عدة من أسرته لتوفير كلفة علاجه، وكانت الاستجابة الرسمية الوحيدة هي عرض وزارة الثقافة علاجه إذا عاد إلى مصر. وينضم إلينا من إسطنبول المخرج وليد فاروق. أهلا بيك معايا وليد، وممكن يعني في البداية تدي للناس فكرة عن خلفية عن قصة الشاعر نجيب سرور وعن أهميته، وليه حظت مأساة ابنه ومعاناته مع المرض إلى أن توفاه الله بكل اهتمام المثقفين تقريبا في الوسط الفني في مصر. أهلا بيكي وأهلا بالمشاهدين. بس أولا عايزين نترحم على شهدي وأبو شهدي الله يرحمه. وشيء غريب لما الشاعر الكبير أو أي حاجة نقولها الفنان الكبير نجيب سرور أما يقول البحر غضبان ما بيضحكش، أصل الحكاية ما تضحكش. والأغرب بقى من ده الابن يارس أبوه ويرد ويعيش بكلام أبوه وبمبدأ أبوه ويقولك يا قلة الذل أنا ناوي مشرب ولو في المية عسل، ويعيش منفي عشان خاطر المبدأ اللي عاش عليه، عشان حرية الإبداع والفكر مش ليه هو، ده لأبوه اللي أبوه قال في وصيته زي ما قلتي من شوية: لو جعت زي يا ابني ولو شنقوك ما تلعن مصر. وإحنا بنقول له اللي أبوه زي أبوك زي ما قال له برضه يبقى ما تيتمش. الله يرحم شهدي وأبو شهدي. طيب وليد، عرف الناس برضو أكتر بالشاعر نجيب سرور وبأهميته وبقصة حياته وبالمأساة اللي احنا يعني بنشهد آخر صفحاتها دلوقتي مع وفاة شهدي الله يرحمه. يعني اقول لك ايه، بس هو الشاعر نجيب سرور هو عاش حياته كلها 46 سنه، منهم 14 سنه هم اللي فيهم الابداع اللي احنا سمعنا عنه، طبعا ما عاصرناهوش وتعلمنا منه واسرى بيه يعني الثقافه والادب المصري. ويعني عايز اقول لك ياسين وبهيه وعين الشمس والحكم قبل المداوله ومنين اجيب ناس وملك الشحاتين وغيرهم. يعني هنقول ايه على الابداعات وهنقول ايه على هي، بس الراجل ده كان مشكلته بس في الحياه ان هو ما كانش بيقبل الظلم، ما كانش بيقبل القمع، وما كانش. وعلى فكره شهدي ابنه مسميه على اسم شهدي عطيه الثوري الكبير. وطبعا نجيب سرور مش نجيب ساويرس طبعا، يعني لو كان نجيب ساويرس كان زمانه دلوقتي بقى حته في حته تانية. يعني هو ضحيه من ضحايا ثروت عكاشه طبعا، اللي هو كان وزير الثقافه في وقتها، وهو كان من الضباط الاحرار يعني. وابنه شهدي اتولد سنه 60 وهو مات عنده 59 سنه والله يرحمه. وابوه طبعا يعني ممثل ومؤلف ومخرج وعمل حاجات كتيره جدا يعني اسرى بيها الثقافه المصريه، لكن ما كانش بيسكت، هو دي بس مشكلته. طب وليد، هو شهدي مشي من مصر عام 2002 وصدر ضده حكم غيابي، ممكن تذكر الساده المشاهدين من الواقع ده؟ بسبب نشره للقصيدة اللي هي اللي فيها سب كتير من نجيب سرور. القصيدة دي كانت يعني لما نجيب سرور مات كانت بتتداول وسط الناس وكده، يعني صحاب بيدوها لبعض وكده، لكن شهدي قرر انه يطلع الوثيقه بقى، انا عايز اقول الوثيقه دي للناس، والناس تعرف هو قال الكلام دوت ليه وقالوا امتى وقالوا على مين و و و وكده.
بعدها طبعا في الكلام ده كان في 2001، بعدها طبعا اتقبض عليه من مباحث الاداب، وطبعا هو يعتبر من اول سجين في مصر من سجناء الانترنت يعني. وبعدها لما طلع يعني حوالي قعد حوالي سنه كده، وبعدين ساب مصر، بعدها يعتبر ساب مصر منفي، وصدر عليه حكم غيابي بعد كده، وما رجعش مصر بسببه تاني. طب وليد فريد نجيب سرور اخو شهدي كان شكر وزيره الثقافه المصريه انها تواصلت معاهم وعرضت عليه ان الوزاره تدفع بالفعل تكاليف علاجه لو رجع مصر، مع ان طوال الفتره اللي فاتت كانت المناشدات. اتفضل يا فندم. هو الكلام كان ان كان بيتواصل فريد مع السفاره المصريه والقنصليه اللي كانت في دلهي وكده، وكان بيتكلم معاهم، الناس يقولوا له اه فعلا احنا جالنا كلام ان احنا نتكفل والكلام ده، لكن انا لازم يجي لي الكلام مكتوب، الكلام لازم يجي لي مكتوب، ولازم ان هو يكون كلام موثق يعني، عشان خاطر الراجل كان بيتحايل عليهم، يقول لهم الراجل يقول لهم اخويا بيموت، ولو هو سافر مصر لازم يسافر في طياره خاصه، لان هو السرطان في الرئه لازم ان هو يسافر في طياره مخصصه، والطياره هتتكلف كتير جدا، والطياره لازم عشان تسافر مصر لازم تكون رحلتين، لو رحله واحده فيهم كان من غير الطياره الخاصه دي هيموت فيها، فكان مستحيل 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 انه يتنقل من مكانه. ف السكوت ساعتها بيكون يعني زيه زي لكن الوزارة ولا السفارة حاولت ان هي فعلا تدفع فواتير المستشفى او المستشفى التخصصي في الهند اللي هو كان موجود فيها، او ان هي تساعدهم بهذا الشكل، او ان هي تنقله بطيارة طبية الى مصر اذا كانوا عايزين يتحملوا تكاليفه في مصر. ما كانش في محاولات بهذا الشكل؟ يا فندم مفيش كلام ده حصل خالص يعني، هو كان كله كلام يعني تطيب خواطر يعني زي ما بيقولوا يعني، هو ده كان علاج المستشفى حوالي 6000 دولار، وعلاج والطياره اللي كانت هتنقله مصر كانت هتنقله ب 22000 دولار تقريبا يعني، فيعني ايهما يعني اوقع يعني ان احنا نعمله. طيب وليد الحقيقه مآسي علاج المثقفين والفنانين بتتكرر كتير وبنسمعها كتير في مصر، يعني ساعات كتير بيكون في مناشدات لمساعده الفنان الفلاني المثقف الفلاني، ايه الخطوات اللي ممكن المثقفين والفنانين والدوله تساعدهم بيها في المستقبل عشان ده ما يتكررش، عشان المشهد اللي احنا شفناه مع شهودي ما يحصلش؟ هو الحل الوحيد ان الناس اللي زي دي ان هو انها تتعالج وانها تتكرم وانها كده، انها ما تعملش زي نجيب سرور، ما تعملش زيه، ما تقولش الكلام اللي كان بيقوله وكده. فهو ده رسالة لكل المثقفين وكل المبدعين وكل الفنانين، ما تبقوش في يوم من الايام نجيب سرور، لو يعني ما تبقوش ضد الظلمة، ما تبقوش ضد القمع، هو ده اللي تقصده؟ بالظبط، هو الراجل في رسائله كلها بيقول كده، وباكد ان هو قال لابنه في رسالته لو جوعوك زيي ولو شنقوك ما تلعن مصر ابدا. بنشكرك، شكرا ليك، كنت معنا من اسطنبول المخرج وليد فاروق، شرفتنا يا استاذ وليد.